أبد ما طاب جرحك بعد بينا ونريد الثار من بعد بين نار الخيم تسعر بعد بينا ونريد الثار من جيش أمية جيش أمية احتار منه صلى بلا تشفين فارس منه صلى صار الشمر ينشد منه صلى رجف من شاف ابن حامل حمية ابن حامل حمية قادر بقتلا ما يهاب الشمر عازم بقتلا رغم عباس شف واحد بقتلا رفع سيفه ونثرهم على الوطية نثرهم على الوطية وصاح من يبارز أبو فاضل يقطع رقاب من يبارز سأل هل بيكم أحد فارس منه بارز يواجهن بشجاعة يرد عليه حياكم الله أحبتي المشاهدين ومتواصلين في هذه التغطية المباشرة وما زلنا ننقل لكم هذه الصور والمشاهد المباركة للزائرين الوافدين صوب قبلة الأحرار صوب كربلاء المقدسة لإحياء شعيرة أهل البيت شعيرة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام شعيرة أربعينية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أحبة المشاهدين يعني نتحدث عن جانب الزائرين وما يعني أبرز الأحاديث التي ذكرت عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال من زار قبر جدي الحسين وعارفا بحقه كتب الله له ألف حسنة ومحى عنه ألف سيئة فهذا الحديث يدل على أن مكانة الإمام الحسين سلام الله عليه ومدى يعني ومدى مكانته في يعني الجانب الديني والإسلامي ومدى يعني هذه المكانة الإلهية التي يعني جعله الله فيها حتى يعني تغفر الذنوب أو تستغفر الذنوب إن صح التعبير من خلال الإمام الحسين من خلال زيارة الإمام الحسين يعني يا زائري الإمام الحسين يا من هم خارج العراق وفي الدول العربية والأجنبية ومختلف المذاهب والأديان توجهوا إلى الإمام الحسين فإن في حرمه وفي يعني هذه العتبة المقدسة تغفر الذنوب وترتقي كل هذه يرتقي النفس ويرتقي الشخص وترتقي القلوب بحب الإمام الحسين تغفر الذنوب وتفتح أبواب الجنان لمن يزور الحسين ويتعرف على هذه الشخصية الكريمة التي كرمها الله ب يعني قدسية كربلاء بمكانة كربلاء كربلاء تقدست بالإمام الحسين وبوركت بالإمام الحسين وأخيه أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه أحبتنا يعني بدأ يتوافد ويزداد العدد من الزائرين الكرام من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأيضا من ميسان من أهالي ميسان الذين لا زالوا في بيوتهم وتوجهوا حاليا إلى مدينة كربلاء والعدد منذ الصباح بدأ تدريجي يزداد يعني عدد بعد عدد ومجموعات متتالية حتى يصلوا إلى يعني مدينة يعني الحدود الإدارية لمحافظة الكوت باتجاه الديوانية وأيضا الجانب الآخر باتجاه النجف الأشرف والتوجه إلى مدينة كربلاء وللوصول وللتبرك بقدسية كربلاء للتبرك بالإمام الحسين ويعني سائلين الله قبول تلك الزيارة المباركة المعطرة باسم الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا لا ننسى هناك جانب مهم أن أغلب الزائرين أو جزء من الزائرين الإيرانيين يعني يتوجهون إلى كربلاء من خلال العجلات المخصصة الكبيرة والصغيرة باتجاه محافظة كربلاء وأيضا يعني بحسب وجهاء مدينة ميسان فأن يعني ركزوا على جانب مهم وهو الحشد الشعبي كان له الدور الفاعل أيضا ومنذ أمس على التوجه بعجلاتهم إلى منفذ الشلامتشة وتسهيل تنقل الزائرين من منفذ الشلامتشة
او منفذ الشيب عفوا، من منفذ الشيب الى يعني الى مركز العماره، وتكون هناك استراحه في مركز العماره والتوجه. ها كل هذا النقل والعجلات وافراد الحشد الشعبي طبعا مشكورين على هذا الدعم الخاص والخدمه الحسينيه وتسهيل تنقل الزائرين من مكان الى اخر، كون الزائر من ياتي الى يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية يتوجه إلى كربلاء، فهناك متاعب وطريق بعيد، وإن شاء الله نسأل الله أن يوصلهم بسلام وأمان إلى محافظة كربلاء المقدسة لإتمام وإحياء زيارة الإمام الحسين زيارة الأربعين. أحبة المشاهدين، أيضا راح يعني ينضم إلينا أحد الزائرين الكرام من مدينة ميسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني أعظم الله لنا ولكم الأجر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله لنا ولكم الأجر باستشهاد سيد ومولاي الحسن عليه السلام وذكرى 40 سيد ومولاي أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. يعني أحد الخدام ونقول أحد الزوار، زوار الإمام الحسين عليه السلام، تجسيدك وشعورك وأنت تنظر إلى كربلاء، فقط هذا الكلمة مختصرة، وأنت تنظر إلى كربلاء، ما هو الشعور اللي رافقك، اللي يحسسك بقيمة الإمام الحسين ومكانتها بين السماء والأرض؟ أستاذ، أكو بيت الشاعر من أهل البصرة يقول: عادات اليمر بيعوز، يمشي الصاحب المعروف، لو يعتذر لو يطي، هذا الواقع المكشوف. احنا من يطقنا العوز نمشي الزلمة ما له جفوف، ونقل له الطينة ويطينة، ما نمشي لياهو تشان، ياهو تشان ما يطي. احنا نروح للعباس حتى طلب ما يبطي، روح لمولاي سيدي ما يبطي، ما يبطي الطلب ابد. ما شاء الله، هذا ابو فاضل والله. انا قبل قليل يعني ذكرت، قلت لهم، قلت لاحد الزائرين كان مريض ومتوجه الى كربلاء، يعني قال مريضاني ورجل يعني كبير بالسن، ويعني اكثر من مرض الله يشافيه ويعافيه بجاه سيد الشهداء، يعني يقول متوجه الى كربلاء. نعم. فقلت له: يا طبيب تروح له يطلب اجوره، بس ابو فاضل يكرم اللي يزوره. هذا ابو فاضل خلاص، الامام العباس سلام الله انت عليه. انت عندك حاجه تقصد لابو عبد الله، تقصد لابو فاضل، اسمه كافي، كلش كافي، اسمه انت كافي. من البيت تطلبها هي مقضيه، من البيت تقعد بالبيت تطلب حاجتك هي مقضيه، لا تروح لا تتعب، بس قل يا ابو عبد الله عليك. يعني الكثير من الروايات وبعض الجوانب اللي يعني ربما نتطرق لها، ولا يعني المسيح يعني يناشدون الإمام الحسين وأبي الفضل العباس، كل الطوائف، كل الصائبة، كل الجانب، يعني بواسطة أهل البيت وبجاههم عند الله يطلبوا، ثم لا يعني الإمام الحسين كل من يقصده ويقصد أبي الفضل العباس ما اعتقد يرجع، ولا يرجع نهائيا بطلب، والا وهو يعني جايب طلبه بايده وجاي. احنا هنا العماره، لا من الطوائف، من كل انحاء، من صابه، من مسيح، الله شاهد، الله شاهد، لا فرق بين صابي وبين مسيحي، بين سني وبين شيعي، كل احنا واحد. الصب يطبخ للحسين، السني يطبخ للحسين. نسمع منك شيء ثاني؟ الثاني بعد المن اقرا لك. لا المن. قال شنو تحب؟ المن تحب، حتى لو قصائد حافظها كاتب، شنو اللي يعجبك؟ عندنا من اقراننا سلام الله عليهم اهل البيت. عندنا من تراث محافظة يا اخي، والله مقصرين، والله مقصرين. الشاعر نجم لامي يقول: ساعات والمنا يبكي الدرب، ساعات وتعلن طبول الحرب، شرايد يزيد بامره، وبيش الرضيع طلبه، ساعات. انا اريد اطرق الجانب، يعني اريد اعطيكم فد مسمى من عندي طبعا، اقول ميسان الحسين، يعني هذا الاسم اريده حقيقه. نعم، هي ميسان، مو اهالي ميسان، لا ميسان الحسين، لان ما شاء الله ممتلئ بالشعراء والرواديد والمهاويل، يعني الجانب الحسيني، يعني هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. يعني حقيقه، وطبعا يعني حسب بعض يعني مشاهير العالم والمثقفي العالم وادباء العالم،
يشيدون بأدباء العراق، يشيدون بمسمى يعني عدة أسماء عندنا بالعراق ظهرت يعني من الجانب الحسيني، عندك ما شاء الله سيد عبد الخالق، ملا باسم، سيد رفعت الصافي، ولا يعني شعراء ورواديد لهم بصمه، لهم بصمه سبحان الله. الشاعر وين حسين ما يقصر، بس خلينا نقول ابو عبد الله ما يقصر الشاعر، هو يجي الالهام للحسين من وحده، احنا هاي نعمه وعندنا النعمه هذا الشارع قاعد يجيب لك الزائر من ايران، ابو الحشد ينقل لك يجيب لك اياهم ليجار. طبعا قبل الأربعين، قبل لا نتوجه ل يعني تغطيه زياره الأربعين، لاحظت اكو يعني لقاء للسيد رفعت الصافي، طبعا الله يوفقه ويتقبل خدمته ان شاء الله بهذه الزياره المباركه. يقول سيد رفعت الصافي، يقول قبل الأربعينية جبت قلم أريد أكتب، صحيح. فيقول واجهت متاعب أو مشكلة ما أعرف، فيقول أنا يعني متوجه أريد أكتب قصائد فيقول توجهت للإمام العباس سلام الله عليه، يقول رحت الكربلاء سلام الله عليه، قلت له أبو فاضل، شوف هاي الكلمة من سيد رفعت، قال له أبو فاضل أريد قصيدك شخ بيها، شوف ملحة الكلام، أريد مولاي أريد قصيدة أكشخ بيها إلك، فسلام الله عليه. عفوا يعني مو اعتقد مو هاي السنة، اعتقد ذيك السنة قبلها، فظهرت قصيدة يا أبو فاضل، يا أبو فاضل طاحت ايدك مو وقتها، يعني سلام الله عليه. فيقول أول ما رجعت من كربلاء وإذا بالقصيدة، يمكن اعتقد بالطريق طالبها منه ملا باسم، فيعني الجنوب جنوب الحسين، ميسان الحسين، نعمة كبيرة، يعني بصرة الحسين، ذي قار الحسين، بغداد الحسين، كربلاء الحسين، العراق كله عراق الحسين، محافظاته، بطيافه، كل مكونات العراق عراق الحسين. اريدك توجه كلمه لجميع الشعراء، الادباء، الكتاب، الباحثين، جميع الصحفيين، الاعلاميين، كل يعني كل من يخدم في مجال الامام الحسين. شكرا من ضريح الامام الحسين ومن قناه كربلاء، شكرا لجميع من خدم الحسين، شكرا لشعراء الحسين، شكرا لجميع الكادر قناة كربلاء. أريد دعوة ميسانية، هاي أخيرا أريد دعوة ميسانية لجميع دول العالم لزيارة الإمام الحسين. دول العالم الشارع مفتوح، عوف الشارع قلوبنا مفتوحة لهم، هلا بيهم، بيوت قلوبنا، ناسنا، الشارع شارعهم، والحسين حسينهم، احنا اليوم هنا خطار، هم أهل الدار، احنا الخطار، نحسب رواحنا احنا خطار، وهم هلا بيهم، الشارع شارعهم، والامام امامهم، قلوبكم مفتوحه، مفتوحه والله، قلوبنا مفتوحه والله، مفتوحه، ما عندنا شيء وياهم، هلا بيهم. لا هو الكلام يعني من اي مكان، يعني يا اخي الكريم، يعني كلام يعني هو يفتح القلب، يقول لك بيبان قلوبنا مفتوحه. احنا بيوتنا بالله عوف على صفحه، عندنا القلوب مفتوحه، هلا بيك، هنيئا لكم، كل الهنا، هنيئا للجميع، هنيئا لخدمه الامام الحسين، شكرا يعني لانضمامك الينا في هذا اللقاء، الله يتقبل ان شاء الله. نعم احبه المشاهدين، يعني لا توصف الكلمات وما يقال عن الامام الحسين من شعر ومهوال وقصائد حسينيه وبحوث وكتابات ومقالات من الشعراء والأدباء. العراق ممتلئ بالأدباء والشعراء والمثقفين، يعني نسأل الله أن يوفق جميع خدمة الحسين، جميع شعرائنا، جميع رواديدنا، جميع من يرتقي منبر الإمام الحسين، نسألهم الدعاء للتوفيق والسداد في خدمة الإمام الحسين. يعني اليوم الحسين سفينة نجاة، وقضية الحسين لم تنتهي، بل إنها خالدة، وخلدها دم الإمام الحسين وكفي أبي الفضل العباس، يعني الدم والكفوف من خلدت هذه القضية، يعني خطبة السيدة زينب من خلدت هذه القضية حينما خطبت في مجلس يزيد لعنة الله عليه، وقالت ما قالت في تلك الخطبة المباركة. فسلام الله على السيدة زينب وعلى أبي الفضل العباس وعلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يا أبا عبد الله تقبل منا هذا الخدمة، تقبل منا هذا القليل، يعني إن شاء الله وخلال هذه الأيام المباركة بعد تقريبا يومين إن شاء الله، في يوم غدا أو اليوم أو يوم غدا إن شاء الله سنكون في منطقة الفجر، وبعدها في
يعني الحدود الإدارية لمحافظة الكوت والعمارة، وإن شاء الله سنكون يعني مستمرين في تغطية هذه المسيرة المليونية أو المسيرة الخاصة بزائري الإمام الحسين عليه السلام. والحمد لله والشكر يعني هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى حتى نوفق في نقل الصورة الحقيقية والحية من مركز مدينة العمارة وإلى مركز محافظة كربلاء. هذا فخر وهذا شرف، ونسأل الله قبول تلك الخدمة المباركة. نعم أحبة المشاهدين، يعني ما زلنا متواصلين في نقل هذه الصور والمشاهد الحسينية. الآن ينضم إلينا أحد الزائرين الكرام. السلام عليكم وعظم الله لكم الأجر. قبل البدء عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد سيدي أبا عبد الله وقائد الثوار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى من أتم رسالة الحسين زينب الكبرى وعلى أخيها بالفضل العباس. يعني باختصار شعورك اليوم، جد عمرك؟ عمرك 22 سنة. يعني شنو تجسد قضية الإمام الحسين؟ شو تجسد هذه الثورة؟ شو تجسد هاي يعني عدد من الزائرين، آلاف الزائرين، مئات الزائرين المتوجهين إلى كربلاء، يعني تاركين الغالي والنفيس متجهين إلى سفينة النجاة طالبين الشفاعة وغفران الذنوب في ذلك الحرم المقدس. وما شرف الرجل سوى كلمة تعلمنا من الحسين هي كلمة الرفض. كيف نقول لا في وجه الطغاة وفي وجه من ظلم هذا الشعب الذي عانى ما عانى من هذه الأزمات، وهو اليوم سفينة النجاة من الدنيا إلى الآخرة، ونحن نتمسك بهذه السفينة لكي ننال أجر الآخرة بإذن الله وبإذن سيدي شباب أهل الجنة وأخيها بالفضل العباس وآل محمد إطلاقا. من محافظة ميسان إن شاء الله؟ لا، من محافظة البصرة لكن خرجت من محافظة ميسان. أهلا وسهلا بك وبالبصرة وبميسان وبكل محافظاتنا العراقية الحبيبة. اليوم الجنوب لهم فد لمسة وملحة مثل ما نقول، ملح الشعر، ملح الجنوب. اليوم عندك فد شيء ممكن تشاركنا بهذه المسيرة اللي نحييها إن شاء الله بفضل الله وأهل البيت؟ نعم، هي مشاركة قصيدة السيدة زينب عليه السلام وهي تخاطب أخيها الحسين قائلة عليهم أفضل الصلاة والسلام: يا ماخذ حيلنا عيالك بلا حارس، ويبو السجاد مثل ضلوعك الواهس، ومثل جسمك عيالك تارسين القاع واللي يركض وراهم شفته مستانس، وظل بس التعب واقف ويانا وقوف ويكسرن خاطر الرجعن بلا فارس. قل له قطعه وخنصرك بي، قلت محبس كان شا قطعه وشفوف الكافل شلابس، بكثر ما كرم بيكم كره بيهم صار، وحقد بقلوبهم قد حبنا يا معابس، وفرق ما بيننا وبين آل أمية هواي فرق اللي يحكي بالديوان والخانس. قل له مخيط اي فرق بين القهوتشي وبين الشيخ، قل له فرق ما بيننا وبين آل أمية هواي فرق اللي يحكي بالديوان والخانس. يا مخيط كلفة قدام الفتوق تطيح، وكلف الطين راوي وريجك اليابس، وبعد بي الهضم والتعب والوهواس، وقادونا للشام وقوة جر انفاس، وقالوا ما طبق جفنك وصحت بصوت، اي زينب ما طبق جفنك وصحت بصوت، تنام بيافي هاي الفاقدة العباس، وطويل الدرب مثل افعالكم يا حسين، وقصير الوادم تظل بجثثهم راس، وقصير الوادم تظل بجثثهم راس. وسلام. احسنت مأجور، الله يبارك فيك ويحفظك ويعزك إن شاء الله ويتقبل هذه الخدمة المباركة. يعني كلمات تجسد بحق الإمام الحسين عليه السلام وموفقين لهذه الخدمة. يعني أنت اليوم راح يمتى إن شاء الله تتوجه إلى مدينة كربلاء؟ إن شاء الله. يستغرق كم يوم يعني يستغرق لك الطريق حتى توصل؟ إن شاء الله من اليوم راح أسير إلى كربلاء. يعني اليوم إن شاء الله راح تتوجه إلى مدينة كربلاء. أحسنت. يعني 380 كيلو تقريبا الى كربلاء. كم يوم تقريبا يلا توصل؟ او يعني 7 ايام 8 ايام. ما شاء الله. نعم، يعني بهذا الفتره يعني تعتبر فتره وجيزه. احنا حسب بعض الزائرين واصحاب المواكب
يعني يذكرون بين المدة أو المسافة اللي يقصدها الزائر من مركز ميسان إلى محافظة كربلاء تقريبا 10 أيام. 10 أيام بعد هو كل من أكو ناس تمشي على راحته، من تعرف طريق ودرجة حرارة عالية وفصل الصيف، أكو ناس لا يمشي يعني مشي يكون بالليل على مود البراد وهذه الأشياء، كل من حسب يعني طريقته وحسب. لا طبعا، واليوم اكيد اكو انسان يحب مثلا يحاول يختصر الوقت، واكو انسان لا يقول لك انا ارتاح واطلع يعني احافظ على، او يعني عنده فد رؤية ثانية في طريق الإمام الحسين حتى ياخذ راحته بالمشي، او يستغرق وقت براحته حتى يحس بطعم المشي. كل الزوار امنيتها توصل من اليوم الاول لزياره معشوقها الحسين. مش اليوم هم له طعم خاص ولا با عبد الله، هو مو كل واحد يعني. سلام الله عليك يا سيدي يا مولانا. انا منك رساله اخيره وتوجه لاصدقائك شبابنا عن طريق الحسين سلام الله عليه. سلام الله عليك يا سيدي يا مولانا. هي من الحسين الى الشعب، كونوا احرارا في دنياكم. هاي رسالتي للشعب العراقي اطلاقا. احسنت، الله يوفقك ومعذور ان شاء الله. الزياره والدعاء ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي، ممنون، الله يعزك.